أخبار اليوم. فنانة جميلة لقاء سودان، أهلا بك معنا في أخبار اليوم. أهلا بك يا ياسر. مبروك على ذهاب وعودة، مبروك على أستاذ رئيس قسم. كلمينا عن أعمالك الدرامية السنة دي في رمضان واختلافها. الله يبارك فيك. الحمد لله مسلسل أستاذ رئيس قسم عاملة شخصية مختلفة خالص وصعبة جدا ومحيرة، يعني الناس في الشارع طول كل ما بيشوفوني يقولوا إيه اللي هيحصل، إيه الجديد. بصراحة أول مرة أعمل شخصية يعني فيها كم المشاعر دي والاختلاف ده ودي حاجة صعبة قوي يعني. الدخلة كانت غريبة، الكل افتكر الأول إن أنت عاملة أمريكية وهتحاول تجندي. كله افتكر إن أنا جاية، يعني اللي قال لي أنت جاية من الاتحاد الأوروبي واللي قال لي أنت جاية من أمريكا، وراحوا بالشخصية في حتة تانية خالص وما تخيلوش، وده حاجة هايلة يعني إنه ما تخيلوش إيه اللي جاي. وعلى فكرة اللي جاي لسه فيه كمان مفاجآت. في المفاجأة بتاعت الفرح النهاردة والولد اللي طلع ابن عادل إمام. بنفسجي إنه ما طلعش بنفسجي، طلع برتقاني. لا لسه الشخصية فيها مفاجآت كتير، شخصية غنية جدا ومليانة انفعالات. طبعا شرف ليا إن كل الشخصية مشاهدي كلها مع الأستاذ عادل إمام، وأنا الحقيقة بشكره جدا 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 على الفرصة الكبيرة اللي ادهاني في المسلسل السنة دي. بشكر الأستاذ يوسف معاطي وبشكر وائل إحسان المخرج الحساس الجميل المريح. بشكر أستاذ يوسف معاطي على اهتمامه وتركيزه معايا وأنه بيفهمني كل إحساس في كل مشهد. مبسوطة جدا بالتجربة دي، يا رب إن شاء الله تبقى يعني نتيجتها خير. مبسوطة كمان بمسلسل ذهاب وعودة مع أحمد السقا، شخصية مختلفة، شخصية هادية، شخصية ست مصرية أصيلة. يعني حتى أصحابي كانوا بيشوفوني من كام يوم بيقولوا نفس مكالمة التليفون اللي هو نفس بيحصل في كل بيت. بتغير على جوزها في غيرة، في نفس الوقت هي بتحب أخوها قوي ومتفاعلة معاه جدا، ويعني أخت وإنسانة وبسيطة وهادية ورقيقة خالص، غير الكاركتر خالص بتاع أستاذ رئيس قسم. طبعا أنا بشكر أحمد شفيق برضو وبشكر أستاذ صادق الصباح وكل زمايلي في العمل. بينا عن بعد رمضان، و هل في أعمال تانية؟ وعاوز أتكلمك عن الأحداث السياسية اللي بتدور فيها البلد. بص بعد لسه يعني إحنا لسه في نص رمضان، ما أقدرش مش عارفة لسه إيه اللي جاي. بالعكس أنا في مرحلة صعبة جدا، لأنه على قد ما الدور والأدوار اللي قدمتها السنة دي مهمة وقوية، على قد ما ده يخوفني إن أنا مش هبقى عايزة أقل عن كده وعايزة أبقى أقدم حاجة جديدة. فلسه كتير على بال ما يعني هعرف إيه اللي جاي أو أخد قرار فيه. قولي ما يحدث من أحداث في مصر. بص يعني انا عايزه اقول حسبي الله ونعم الوكيل، لكن انا ما بحبش التخاذل يعني طبعا احنا بنتبعت الملف اللي ربنا سبحانه وتعالى ما بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن اللي بيحصل في مصر حرب. انا شايفاها حرب قويه وكبيره. مصر البلد العربيه الوحيده اللي باقيه، الشوكه اللي في زورهم واللي في ظهر يعني الكيان الصهيوني والكيان الامريكاني، والناس بتقول الموضوع ده كبير. لا دي حقيقه. مصر الجيش المصري الجيش الوحيد اللي باقي من جيوش المنطقه العربيه. خلاص احنا الحمد لله يعني تفككنا وكل الجيوش انقسمت. المؤامره كبيره اللي بيحصل في سيناء، حرب حقيقيه. فيعني ربنا يسدد خطى الجيش، وعندي ثقه طبعا لان ربنا سبحانه وتعالى مواصي على مصر، ربنا ذكر مصر في القران اكتر من مره، فمهما عملوا ان شاء الله باذن الله الغلبه لينا. يعني الله عاوزك تعيد لجمهورك بقى على العيد. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. يا رب ان شاء الله العيد ده يكون نهايه لاحزان واحداث مش حلوه شفناها. يا رب الخير لكل مصر وكل الوطن العربي، وبحبكم جدا. كل سنه وانتم طيبين. لقاء سويدان.